بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحف الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ما زلنا نتواصل معكم بهذه الأمسية التراثية التي حملت لنا القوة والتحدي والمنافسة المشرفة الذي تجري بأرضية جوهرة الميادين، الذي دائما ترحب بجميع الأخوة المشاركين بهذه الأشواط المتميزة والرائعة. أجدد لكم التحية مع انطلاقة الشوط السابع، وهو الشوط الثاني لفئة اللقاء الحقائق إبكار، والرحلة هي 3 كيلومترات الذي تحتضن هذه الشعارات اللامعة والمتميزة الذي تنطلق بهذه اللحظات. أسير معكم ومع مقدمة الشوط هناك مبارك بن محمد بالحايف المري على أول المراكز، يقدم لنا الشكلة على أول المراكز بهذه اللحظات. المركز الثاني تصله لمحمد بن سحمي الهاجري، يصل مع ثاني المراكز. المركز الثالث هناك فرحة لسعود بن طينان الهاجري، يقدم لنا فرحة مع ثالث المراكز. المركز الرابع تصل الحلوة بشعار حسين بن مانع بدواس العجمي، من يقدم لنا الحلوة بهذه المنافسة المتميزة الذي تنطلق بهذه اللحظات مع رابع المراكز. المركز الخامس هنالك أفراح لمحمد بن ندى بن ناصر المطيري مع خامس المراكز. المركز السادس من تصل بهذه المنافسة بهذه اللحظات، هنالك شعار ناصر بن مطر الفضلي بهذه المنافسة مع الشاهنية، مع الشاهنية على سادس المراكز. المركز السابع هناك جبارة لمحمد بن مبارك بن محمد بن حايد المري، وثامنا هناك شعار بيح بن فرج الطيب العجمي مع تواصل. والمركز التاسع هناك متعبة لناصر بن مبارك بن فهيد العجمي، وعاشرا هناك شعار محماس الدوسري مع عاشر المراكز. إذن هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى بالوفاء والتمام. منعطف الاتحاد، منعطف الخطر باللحظات الأخيرة. عود مع المقدمة والشكلة ما زالت قائدة لزمام الأمور، مبارك بن محمد بالحايف المري، من يقدم لنا الشكلة على صدارة الشوط. ما زالت قائدة لزمام الأمور وهيلة مع ثاني مراكز محمد بن سحمي الهاجي. دل الكيلو الأخير، كيلو حسب الأمور، كيلو التحدي، كيلو المنافسة بهذه اللحظات. ينطلق مبارك بن محمد بالحايف المري مع الشكلة على صدارة الشوط، ومحمد بن سحمي الهاجي مع ثاني المراكز مع وهيلة وهيلة بهذه اللحظات مع ثاني المراكز. المركز الثالث هناك فرحة للسيد سعود بن طينان الهاجي، رابعا الحلوة لحسين بن مانع بدواس العجمي، وخامسا جبارة لمحمد مبارك بن محمد بالحايف المري. ذا الخمس نجوم، الخمس العمالقة، الخمس الفطاحلة المتواجدين بهذه المنافسة، والشكلة ما زالت متربعة على صدارة الشوط بشعار مبارك بالحايف المري على أول المراكز، وهيلة مع ثاني المراكز لمحمد بن سحمي الهاجي. مركز الثالث فرحة لسعود بن طينان الهاجري، ورابعا تصل الحلوة بشعار حسين بن مانع بدواس العجمي. تصل بهذه اللحظات، تصل بهذه المنافسة، تصل بهذه القوة. إذا الشكلة على الصدارة لمبارك بن محمد بالحايف المري، ولكن عطنا نقطع الحلوة من وصلت بهذه اللحظات، وصلت بهذه المنافسة، وصلت بهذه القوة، ولكن الشكلة الحلوة وفرحة باللحظات الأخيرة. إذا الحلوة غيرت وتسللت بهذه اللحظات، أجمل اللحظات الحلوة تغير بهذه اللحظات بالانطلاق الأخير بالمنافسة المشرفة. تهانينا وألف مبروك لحسين بن مانع بدواس العجمي، من قدم لنا الحلوة بهذه اللحظات. تهانينا وألف مبروك لحسين مانع بدواس العجمي على فوز الحلوة بناموس. هذا الشوط المركز الثاني فرحة سعود بن طينان الهاجي، مركز الثالث شكلة مبارك محمد بن حايف المري، مركز الرابع وهيلة لمحمد بن سحمي الهاجي، مركز الخامس محمد بن ندى بن ناصر المطيري، وسادسا لمبارك بن محمد بن حايف المري. وبقية المراكز أتركها إلى لجنة الخط والتحكيم. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تهانينا وألف مبروك لحسين بن مانع بودواز العجمي على فوز حلوة بناموس. هذا